كهربا. ايه اللي حصل في كهربا؟ كهربا النهارده الاتحاد الدولي، لجنه الانضباط الاتحاد الدولي منحت كهربا مهله تانية عشان يسدد الغرامه اللي عليه غرامه حوالي 2,370,000 تقريبا الف دولار. المفترض كان اخر مهله كانت يوم الخميس اللي فات، ويوم الاربع كان معانا الاستاذ اشرف عبد العزيز محامي كهربا في مداخله. والاستاذ اشرف يومها انا سالته، وكنا بنتكلم على الكهرباء وهتدفعوا بكره، قال لك احنا جاهزين. ده بكره المول، قال لك احنا جاهزين. بس كان قال ايه بقى اشرف عبد العزيز يومها؟ قال لك انا بطمن جمهور الاهلي، وكان عنده تقريبا المعلومه. اصل ده راجل قانون، يعني اشرف عبد العزيز كمان ده راجل قانون. اشرف عبد العزيز بالمناسبه انا اعرفه من 2004 2003 حاجه كده، يعني مش عارفه امبارح، يعني مش عارفه امبارح. فعارف الراجل ده ايضا استاذ قانون وخبره في القانون. قلت له يعني ايه؟ قال هتسمع ننتظر، ما تستنوا كم يوم اللي جايين. والنهارده نجد كم يوم جايين انه لجنه انضباط النهارده بتدي كمان كهرباء شهرين كمان زياده. تدي له ايه؟ شهرين زياده. وانه وقالوا انه طبعا انه ده طبعا هيسدد الغرامه وكمان الفوائد. كل ده تاخير، في فوائد، يدفع الفوائد على المبلغ المستحق عليه، فيدفع المبلغ ده كهرباء. بس كمان دي كانت بالمناسبه مفاجاه، يعني الفيفا او لجنه الانضباط كانت مفاجاه ايضا انها يعني النهارده تدي كمان كهرباء يعني مهله كمان شهرين اضافيين. وهو يومها اشرف عبد العزيز، واللي انا بحييه وبشكره، بشكره والله ان الراجل اختصنا بهذه المكالمه يومها، المداخله يومها، وكانت مداخله مهمه. انه في الاخر انت بار للناس، تقول معلومات للناس وتطلع، وزي ما بقول كده هذا برنامج اخباره دقيقه ومعلوماته دقيقه، شاء من شاء وابى من ابى. في ناس بتزعل، واللي يزعل يزعل، اللي يزعل يزعل، واللي زعلان عنده بدل البحر اتنين يشرب منهم. عندك بحر احمر ومتوسط، وعندك كمان نهر النيل، اشرب زي ما انت عايز. ما بيعنينيش مين زعلان خالص، ولا يحرك لي شعره في راسي ايا كان مين. بالمناسبه يعني الفيديو الاكثر مشاهده النهارده فين؟ انه كهرباء ايه بعد كمان قدامك كمان لسه شهرين عشان تسدد. الله، بتعمل ايه؟ ما هو ما هو موجود ان انت بتقول اخبار. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. زي ما عرفنا ان خلاص صفقة رضا سليم كان وصل القاهرة امبارح علشان يعلن عنه بانضمامه للنادي الاهلي، وخلاص النهاردة اتم الكشف الطبي بنجاح، والنادي الاهلي اعلن عنه وعمل فيديو الاعلان، وخلاص اعلن عن رضا سليم لاعب في النادي الاهلي رسميا. فكده الصفقات اللي تمت الموسم ده، امام عاشور طبعا ما حدش يقول ان هو من الزمالك، امام عاشور جاي من ميتلاند الدنماركي، ومفيش اي مشكله معاه مع نادي الزمالك ولا لاعب نادي الزمالك. هو اللاعب كان منضم لنادي ميتلاند واتنقل للنادي الاهلي، علشان ما حدش يجي ويقول لك ان في مشكله وفي مشاحنات ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الزمالك بسبب امام عاشور. الصفقه ما فيهاش اي مشكله، واللاعب جاي من بره على النادي الاهلي مباشره، ما عملش يعني ما مشيش على خطوات كهرباء او حاجه. اللاعب زي ما قلنا ان هو كان مع نادي تاني غير نادي الزمالك. ده بالنسبه للصفقات. بالنسبه ل يعني بالنسبه لاكرم توفيق، خلاص شفي تماما من الاصابه واتم فتره التاهيل بتاعته، وخلاص هيبقى اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. وكريم فؤاد ايضا
تعافى من إصابة الرباط الصليبي، ولكن في مراحل التأهيل الأخيرة. وأيضا كريم فؤاد هيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. طيب بالنسبة للاعبين اللي راجعين من إعارة، بالنسبة ل سعد سمير، خلاص سعد سمير كولر أعلن إن هو خلاص إداله الضوء الأحمر، وقال إن أنا مش محتاج سعد سمير، وخلاص سعد سمير هيرحل لأي نادي، بس هيبقى بيع نهائي مش هيبقى إعارة مرة تانية. طيب ده بالنسبة لسعد سمير. بالنسبة برضو عمار حمدي، خلاص اللاعب رجع، وبالنسبة لصلاح محسن اللاعب رجع، ولكن الاتنين هيفضلوا على قائمة الانتظار. كولر بيقول إن أنا عندي هيبقى عندي كتير جدا من اللاعبين في هذه المراكز، ولكن أخليهم على قائمة الانتظار وهقدر أشوفهم، سواء إن كان هيبقوا موجودين احتياطي في النادي الأهلي أو هيطلعوا إعارة لأي نادي تاني. فإن شاء الله بإذن الله برضو يعني سواء متواجدين في النادي الأهلي أو غيره هيبقوا إضافة قوية جدا لأي فريق. طيب بالنسبة لمارسيل كولر، خلاص مارسيل كولر هيدي الفريق أجازة طويلة جدا من بعد ماتش المصري، من بعد مباراة المصري، وبعدها هيسافر على سويسرا علشان يقضي الأجازة بتاعته، هتبقى أجازة طويلة شوية، وبعد كده هيجي على معسكر الإعداد للموسم الجديد، سواء المعسكر هيتعمل في مصر أو بره مصر، بس في أنباء بتقول إن المعسكر هيكون بره مصر. برضو بالنسبة لمارسيل كولر، بالنسبة لصفقة بوبو، صفقة بوبو خلاص بعدت جدا عن النادي الأهلي، وخلاص بوبو مش هيبقى موجود في النادي الأهلي، وبالذات كولر قال يعني بعد مغالاة فيوتشر في الصفقة، فكولر قال ان انا عندي اكتر من لاعب في المكان ده، هيبقى اليو ديانج وعمرو السولية، هيبقى القندوسي، هيبقى اكرم توفيق، لان اكرم توفيق خلاص مش هيلعب باك رايت، لان باك رايت هيبقى محمد هاني وصل لفورمته الكاملة وما يقدرش يستغنى عنه كولر علشان اللاعب مستواه ما يقلش، وكريم فؤاد برضه هيرجع في نفس الحتة، فهيبقى اكرم توفيق في خط النص، وبرضو هيبقى معانا طبعا مروان عطية، فهتبقى دي قائمة قوية جدا، فمش هنحتاج رضا بوبو بعد الأرقام الباهظة اللي سمعناها من نادي فيوتشر. طيب بالنسبة لصفقة سوزا، صفقة سوزا كانت قريبة جدا من النادي الأهلي، ولكن في بعض التفاصيل اللي حصلت على الاتفاق أبعدت الصفقة عن النادي الأهلي، فهنيجي نسأل ونقول سوزا جاي النادي الأهلي؟ لحد دلوقتي بنسبة 60% سوزا مش في النادي الأهلي، ولا النادي الأهلي هيجيب سوزا، علشان برضو نبقى عارفين ونوضح لحضراتكم المعلومة دي. فكده النادي الأهلي إن شاء الله هيقدر تبقى يعني قائمة قوية جدا من الموسم الجديد. برضو بالنسبة لإمام عاشور، إمام عاشور يحق له المشاركة بداية من مباراة مصر الجاية، يعني المباراة مصر الجاية لو كولر عايز ينزله في التشكيلة الأساسية هينزل عادي جدا، مفيش أي مشكلة، وهيبقى مشاركته سليمة تماما، مفيهاش أي مشكلة نهائيا.